بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله راح نبلش بشابتر الأدرينيرجيك أكتينج دراجز، وإحنا بنعرف إنه الأدرينيرجيك ريسبتورز اللي هي mainly طبعاً prevalent and found in the sympathetic nervous system. اليوم راح نحكي عن مقدمة هيك على الأدرينيرجيك ريسبتورز وعلى النيورو ترانسميترز اللي هم الناتشرال اللي عادة بيرتبطوا بهذا النوع من الريسبتر، وشو بنتوقع الاكشن تبع هذه النيورو ترانسميترز، وذر وي كان يعني اكتيفيت اور انتاغونايز ذا افكت اوف ذيس كومباوندز. اوكي طيب، فاذا راح نتعرف على المجموعات. طبعا راح نحكي عن الاغونست، والمحاضرات الجايه راح نحكي عن الانتاغونست، بعدين راح نحكي عن الاس اي ار تبعت هاي المركبات، لانه زي ما تعرفنا بالكولينيرجيك احنا في البدايه بنبلش بالاس اي ار، بعدين بنحاول نلاقي المشاكل او الصعوبات اللي بتواجهنا في الادويه اللي موجوده او اللي هي ليد كومباوند ان اوردر تو فايند سوتابل دراجز. اوكي، فممكن تكون مشاكل بالفارماكوكاينتيك، ممكن تكون في الفيزيكوكيميكال بروبرتيز، ممكن تكون بالفارماكوديناميك والسيلكتيفيتي اوف يور كومباوند. فخلينا نبلش. طبعا المركبات اللي بترتبط بالادرينرجيك ريسبتورز اللي داخل الجسم بشكل طبيعي اللي هي الادرينالين والنور ادرينالين اللي هو الابنفرين والنور ابنفرين. اوكي، عاده الادرينرجيك ريسبتورز هم عباره عن جي بروتين كابلد ريسبتورز. اوكي، وفي عندي نوعين اللي هم الالفا والبيتا ريسبتور. راح نتعرف على يعني اهم الريسبتورز اللي موجوده معنا بالادرينرجيك ريسبتور. طبعا المركبات اللي بتشتغل على الادرينرجيك ريسبتورز ممكن تكون لعلاج الازمه والنازل كونجستشن اللي هي الرشوحات، وفي ادويه اللي هي الانتاغونست بتشتغل از انتي هايبرتنسيف، وفي البروستاتيك هايبر ابليشيا. اوكي، طبعا هنتعرف عليهم كلهم. فمن اشهر الادويه اللي بتشتغل على الادرينرجيك ريسبتور اللي هو السلبيوتامول، او الاسم الثاني له الالبيوتيرول. طبعا الالبيوتيرول يستخدم في علاج الازمه. في عندنا ادويه البيتا بلوكرز اللي بتستخدم في علاج اللي هي الهايبرتنشن زي الاتينولول، البيزوبرولول، التايمولول، مجموعة كبيرة من المركبات. وفي عنا زي الإفيدرين والسودو إفيدرين اللي عادة نستخدمهم as nasal decongestant لمنع سيلان الأنف. طبعا سودو إفيدرين، زايلوميتازولين، مجموعة كبيرة كمان راح نحكي عنها. طيب كيف هاي الأدوية بتشتغل على الأدرينرجيك ريسبتور؟ يا إما دايركتلي so they will bind to the adenoceptors أو الأدرينو receptors زي معظم الأغونيستس والأنتاغونيستس، يا ما indirectly اللي هي عن طريق تأثيرها على ممكن تصنيع الأدرينالين، ال storage of أدرينالين أو النور إبنفرين، ال release of أو ال uptake. نتعرف على هاي الامور، ما بعرف اذا هون بالضبط، خلينا بس نشوف هاي الباثوي. طبعا تصنيع الادرينالين والنور ابنفرين والنور ابنفرين بالذات طبعا ببلش من التايروسين، ال تايروسين، بوجود انزيم اسمه التايروسين هيدروكسيليز بعطيني الالدوبا، ليفو دوبا. طبعا الليفو دوبا
بالديكربوكسيليز انزيم تنشال الكربوكسيليك اسيد بعطيني الدوبامين. وبعدين الدوبامين بنضاف عليه هون او اتش جروب، بنضاف عليه او اتش جروب هون بالدوبامين هيدروكسيليز بعطيني النور ابنفرين. اذا تصنيع النور ابنفرين ببلش من الليفو تايروسين مرورا بالليفو دوبا والدوبامين، بعدين بعطيني النور ابنفرين. فزي ما احنا شايفين هنا بالبري سينابس بتكون النور ابنفرين، بعدين بتخزن بالفيزيكل، بتخزن داخل الفيزيكل. هسه في ادويه ممكن تمنع تصنيع النور ابنفرين، وين تتوقعوا راح تشتغل؟ على التايروسين هيدروكسيليز ولا الال امينو اسيد دي كاربوكسيليز ولا الدوبامين هيدروكسيليز؟ مين بعرف؟ المفروض تشتغل على الريت ليميتنج ستيب. مين هو الانزيم تبع الريت ليميتنج ستيب؟ انتوا معي شباب؟ تايروكسين هيدروكسيليز. تايروسين هيدروكسيليز، وراح نشوف مركب اسمه الميتايروسين اللي يستخدم في بعض حالات الدبريشن، بيشتغل as تايروسين هيدروكسيليز انهيبيتور. طيب ممكن انا امنع الاستورج تبعت النور ابنفرين، في ادويه بتشتغل على الاستورج، في ادويه بتشتغل على الريليس اوف نور ابنفرين بالسينابتك كليفت زي الريزربين مثلا، من الادويه القديمه اللي استخدمت في علاج ارتفاع ضغط الدم. معظم ادويتنا بتشتغل دايركتلي على الريسبتور، يا اما راح ترتبط بالريسبتور وتعمل اكتيفيشن، وبهاي الحاله شو بنسميها؟ اغونست. يا اما بترتبط وما بتعمل إشي الا انها بتمنع ارتباط النور ابنفرين، and in this case these drugs will be antagonist. هسه في عندنا ادويه ثانيه كمان بتمنع الماو والكومت. الماو رح نحكي عنه بعد شويه، المونو امين اوكسيديز، والكومت اللي هو الكاتيكول اوميثايل ترانسفيريز. هذول الانزيمز they will hydrolyze the excess norepinephrine والادرينالين واللي هو الديبارتد، يعني بعد النور ابنفرين ما يرتبط هون بخلص شغله راح يفك، لما يفك هاي الانزيمز راح تكسره. طب اذا انا منعت المونو امين اوكسيديز او الكاتيكول اوميثايل ترانسفيريز شو راح يصير بالنور ابنفرين؟ راح يصير له اكيوميليشن، فكاني شو قاعد بعمل؟ بزيد تاثيرهم وكانه زي شيء اجونست بس اندايركتلي. بالضبط. ففي عندنا الماو انهبيتر، وين تتوقعوا الماو انهبيتر بيستخدموا؟ لشو بيستخدموا؟ للسي ان اس ستيميوليشن ولا السي ان اس ديبريشن؟ للديبريشن، لعلاج السي ان اس ديبريشن، لعلاج الاكتئاب، لانه انا بدي شيء يحفز السيالات العصبيه والسي ان اس. اوكي طيب، وفي عندنا كمان اخر عمليه مهمه بالشغل تبع النور ابنفرين والابنفرين اللي هي الري ابتيك ميكانيزم. طبعا الري ابتيك ميكانيزم كمان نفس الفكره، اذا انا منعت الري ابتيك شو راح يصير بالنور ابنفرين؟ accumulation بالسينابتك كليفت. اذا انا قاعد بعمل اكتيفيشن، يعني مثلا من ضمن الادويه اللي بتشتغل على الري ابتيك اللي هو الكوكايين. مثلا الكوكايين هو عباره عن ري ابتيك انهبيتر فور
النور ابنفرين. وفي مجموعه كمان ثانيه زي الامفيتامين كمان، مثلا امفيتامين يعتبر ري ابتيك انهيبيتر. طيب فاذا كل هاي المراحل تعتبر بوسيبل تارجتس فور ادرينيرجيك اكتنج دراجز. طيب فاذا النور ابنفرين عاده بتصنع بالبري سينابس وبصير له ريليز بالسينابتك كليفت، بينما الابنفرين او الادرينالين هو عباره عن نيورو هرمون بتصنع وين؟ بالادرينال ميدلا. طبعا لاحظوا معي الاستراكشر تبع هاي المركبات، النور ابنفرين والابنفرين. هل برايكم هاي المركبات كيميكالي ستيبل ولا كيميكالي انستيبل؟ اه شباب unstable. شو الجروب اللي ممكن تتكسر بهاي المركبات؟ ولهذا السبب احنا درسنا الفيزيكو كيميكال بروبرتيز والدراج ميتابوليزم وكل هاي الامور. شو في عندي جروب تتكسر بسرعه بهاي المركبات؟ يلا لما رسمنا الاسيتايل كولين حكينا اه والله في عندي استر جروب تتكسر بسرعه، صح ولا غلط؟ صح. طب شو الجروب اللي هنا بتتكسر بسرعه كيميكالي مش انزيماتيكالي؟ الامينو جروب. هل الامينو جروب بتتكسر كيميكالي؟ لا. هل الكحول جروب كيميكالي انستيبل؟ لا. هل الفينول كيميكالي انستيبل؟ طيب اذا كيميكالي وايز هاي المركبات ريلاتيفلي ستيبل، فهاي شغله ايجابيه للنور ابنفرين والابنفرين مقارنه مع مين؟ مع الاسيتايل كولين. احنا حكينا هاي المركبات انزيماتيكالي انستيبل بالماو وبالكومت. فاذا مشكله الابنفرين والنور ابنفرين مش بالكيميكال انستابيليتي، they are chemically stable، إلا في حالات معينة راح نحكيها بعد شوي. المشكلة تبعتهم بالإنزيماتيك instability هي واحد، عشان هيك هم يعتبروا short acting. والمشكلة الثانية بإيش؟ non-selective. بالضبط بالselectivity، بيشتغلوا على الألفا وبيشتغلوا وين؟ على البيتا. أوكي؟ على الألفا والبيتا. فهل تتوقعوا النور إبنفرين والإبنفرين هي أدوية أو they are available in the market as drugs؟ They are given as drugs. لا دكتور ما أتوقع. مين عنده رأي آخر؟ آه شباب هل ما عمركم شفتوا الأدرينالين عبارة عن دواء بس بصيدليات أو بمستشفيات؟ كريم بلا يستخدم الأدرينالين. بالضبط، إذا موجود. They are available
as emergency drugs. يعني في حالات توقف القلب موجودين نعطيهم، في حالات الهيموريج سيفير هيموريج النزيف بنعطيهم، في حالات السيفير برونكوسبازم لما يكون عندي توقف مثلا في التنفس او برونكوسبازم قوي بنعطيهم. إذن they are available as emergency drugs. بس هل في حالات الأزمة patient بنعطيهم؟ مريض أزمة بشكل طبيعي؟ لا ما بنعطيهم. ليش؟ عشان selectivity. Selectivity وعشان الشورت duration of action. أنا ما بقدر أعطي هاي الأدوية كل نص ساعة ساعة عشان يعملوا bronchodilation للمريض، عدا عن مشكلتهم بالselectivity راح يشتغلوا على الألفا ويشتغلوا على البيتا، وراح نشوف في عنا subtypes of alpha and beta receptors. فلهذا السبب they are only available for emergency. راح نشوف شو أهم الإمرجنسي كيسز اللي بنأخذ فيها الأدرينالين أو النور أدرينالين. طيب طبعا حكينا إحنا بطريقة أو بأخرى عن تصنيعهم وعن الستوريج، بعدين عن الريليز أوف ذيس كومباوند وعن عملية الأبتيك ميكانيزم. ما في داعي ندخل بالتفاصيل، التفاصيل ما راح أسألكم عن هاي الأمور. طبعا هاي المركبات بصير لها ميتابوليزم وبتعطيني إيش؟ بتعطيني مركب اسمه الدوبجال دايهيدروكسيفينيل غلايكوالديهايد. طبعا هذا الميتابولايت مين بيعرف من وين طالع؟ يعني شو العملية اللي صارت أو شو التفاعل اللي صار؟ طبعا بنحكي عن ميتابولايت وإحنا أخذنا الميتابوليزم، طلعوا هون في الأساس شو كان عندي؟ كان أمين دي أمين بالضبط، كان عندي أمينو جروب. فإذن طلعت الأمينو جروب، إذن شو صفى عندي اسم التفاعل؟ دي أمينيشن بالضبط. يعني إذا رجعنا على الرسمة تبعت الأدرينالين هون أو النور أدرينالين، حكينا أول إشي بصير عندي هون أوكسيديشن، بعدين ري أرينجمنت، بيطلع الأمينو جروب. طبعا لما يطلع الأمينو شو بصفي عندي هون؟ الديهايد قبل ما يتحول لكاربوكسيليك. فإذن هذا هو المركب اللي بيطلع من المونو أمين أوكسيديز أكشن اللي بعطيني الدي أمينيشن برودكت. طيب فإذن حكينا المونو أمين أوكسيديز والكاتيكول أوميثايل ترانسفيريز. طب شو يعني كاتيكول؟ مين بيعرف الكاتيكول جروب؟ وينها؟ وين موجودة بالستركتشر هون؟ كاتيكول هاي هي الجروب اللي بنسميها الكاتيكول. طبعا it's very important group، راح نشوفها بالاس اي ار وين مهمة. يعني إذا مركبك مش كاتيكول احتمال جزء من الأكتيفيتي يقل. هسا بالمقابل إذا كان مركبي كاتيكول راح يكون عرضة لمين؟ للكومت إنزيم.
فإذا من جهة الكاتيكولي جروب it is essential for activity، بس من جهة ثانية it is susceptible for what؟ for metabolism. شو اسم الإنزيم؟ كاتيكول أو ميثايل ترانسفيريز. شو راح يعمل هذا الإنزيم؟ راح يضيف عليها مثل ميثايل جروب. وين راح يضيفها؟ على O، عشان نقسم منها O ميثايل ترانسفيريز. وارجعوا بالذاكرة لما حكينا عن الفيس 2 ميتابوليزم، حكينا N ميثايليشن، S ميثايليشن، O ميثايليشن، صح ولا غلط؟ فهنا راح تنضاف الميثايل جروب على الأكسجين وعلى الأكسجين تبعت الكاتيكول، ومور سبيسيفيكلي راح تكون على هاي الأكسجين مش على هاي الأكسجين. عشان هيك بنحكي الكومت هو عبارة عن ريجيو سيلكتيف. ريجيو سيلكتيف. سو شو يعني ريجيو سيلكتيف؟ مين بيعرف بناء على هذا الشرح؟ يعني على مكان محدد بتكون. إذن it will catalyze the chemical reaction on specific site although your drug has more than possible group to be metabolized. كمان مرة، Regio selective means the enzyme will catalyze the reaction on specific region, specific site, although your drug has more than one possible group to be metabolized. يعني معنى آخر، كم group ممكن يصير عليها methylation هون؟ طلعوا كم OH group معنا؟ في ثلاثة. ثلاث، بس مين الوحيدة اللي راح يصير لها methylation by the COMT enzyme؟ This كاتيكول اللي هي على الميتا بوزيشن. هاي مهمة، لازم نعرف شو يعني هاي على الميتا. ليش على الميتا؟ مقارنة مع مين؟ مع مع التشين هاي. بالضبط، مع هاي التشين. طبعا هاي المركبات شو بنسميها؟ كاتيكول شو؟ امين، امينز، كاتيكول امينز. وفي بعض الكتب بيسموهم الايثانول امينز. طب ليش بيسموهم ايثانول امينز؟ وين الايثانول في الموضوع؟ التشين دكتور اللي رابطة الـ OH مع الـ OH. شو بنسميها؟ إيثانول، صح ولا غلط؟ صح. وهاي أمين بنسميها إيثانول أمين. فهيك أو هيك يعني، بس الاسم المعروف اللي هو الكاتيكول أمينز ديريفاتيفز. واضح شو يعني ريجيو سيلكتيف؟ مش موجودة بالسلايد شباب، بس مطالبين نعرف شو يعني ريجيو سيلكتيف كومباوند. طيب طبعا هذا بالنسبة للماو والكومت، ولهذا السبب هاي المركبات they have very short duration of action. في عنا other enzymes ممكن تعمل glucuronide conjugation وsulfation على هاي المركبات، وخصوصا كمان على الكاتيكول جروب. فشايفين الكاتيكول وين بتدخلنا؟ بتدخلنا بكثير مشاكل مع هاي المركبات. حتى في عنا انزيم، ما بعرف يمكن انا مش كاتبه، بالجي اي تي اسمه السلفو
كاينيز بيعمل فوسفوريليشن وفوسفوكاينيز كمان بيعمل فوسفوريليشن كمان نفس الفكرة للكاتيكول جروب. طبعا هذا وين موجود الفوسفوكاينيز والسلفوكاينيز؟ موجود بالجي اي تي، عشان هيك احنا بنحكي انه معظم هاي المركبات ممكن الاورال ابزوربشن تبعها يكون ايش؟ قليل. اوكي، فاذا conjugation in the gut and the liver شايفين compromises oral activity and duration of action. طبعا ليش احنا بنبلش بالمشاكل اللي ممكن تواجهنا بالناتشرال ليجند فور ذا ريسبتور؟ مين بيعرف؟ حكينا عنها هاي النقطه، عشان لما اصلا عند دواء دكتور احاول احل هاي المشاكل. بالضبط، هاي تعتبر the starting point in the drug design، اني انا بدي اشوف المشاكل الموجوده، لانه اذا ما كان في مشاكل بالناتشرال ليجند او الناتشرال سبستريت شو المنطق بحكي؟ اعطي الناتشرال سبستريت زي ما هو. بالضبط، اني اعطي هذا الناتشرال ليجند او الناتشرال سبستريت. فكان ما كان في مشاكل اني اعطي الاستالكولين او الادرينالين او النور ادرينالين، بس كونوا في هاي المركبات مشاكل استخدمناهم as what؟ as a lead compound to solve these problems، مشاكل اللي موجودة عندي بهاي الأدوية. طيب هذا بالنسبة للميتابوليزم اللي حكينا عنه. إذا حكينا بالمونو أمين أوكسيديز الأمينو جروب بتطلع بعطيني الدوبجال، صح؟ بالكمت طلعوا وين انضافت الميثايل جروب؟ انضافت على الميتا بوزيشن، عشان هيك سمينا الانزيم ريجيو سيلكتيف او ريجيو سبيسيفيك. طبعا هذا لا يمنع انه بعد ما يصير له ميثايليشن يصير له دي امينيشن ويعطيني مجموعه كبيره من المركبات. حتى الالديهايد ممكن يصير عليها بالالديهايد دي هيدروجينيز، شو بعطيني الالديهايد؟ كاربوكسيليك اسيد. كاربوكسيليك اسيد، شايفين كيف؟ وطلعوا هنا ممكن يرجع يعطيني ايش؟ الكحول بالالديهايد ريدكتيز انزيم. الالديهايد شو بتتحول؟ بالريدكشن كحول. الكحول بالضبط. ففي عندنا مجموعه كبيره من الديريفاتيفز، مع انه الدوبجال يمكن هو الميجر ميتابولايت، بس ما بهمناش مين الميجر ومين الماينر اذا كان المونو امين اوكسيديز. اذا قلت لك مونو امين اوكسيديز شو بعطيني وحطيت لك الدوبجال تحكي لي صح. بالمونو امين اوكسيديز بعدين مثلا دي هيدروجينيز شو بعطيني؟ الكاربوكسيليك اسيد. فلازم نعرف اللي هو الخطوات هاي كلها. طيب خلينا نيجي هسا كونه حكينا عن الكيمستري اوف ذيز كومباوند. طبعا لسه احنا راح نرجع نحكي عن الكيمستري اي ثينك لما نحكي عن الاسيديتي والبيسيستي اوف ذيز كومباوند. يعني هنا الادرينالين، خلينا نرجع للادرينالين، ابنفرين ونورابينفرين، هل هاي المركبات اسيديك اور بيسيك اور امفوتيريك اور نيوترال؟ بمعلوماتنا السابقه يلا شباب. هلا دكتور بالكاتيكول الاو اتش هاي اللي هي ممكن تكون ويك اسيد. ممتاز. قديش البي كي اي تقريبا؟ هاي فينول صح؟ قديش البي كي اي تبعت الفينول تقريبا؟ 9 وشيء هي كانت تقريبا 9.9 10 نحكي. طب الامينو جروب هاي أسيديك ولا بيسيك ولا نيوترال؟ أليفاتيك أمين؟ بس بيسيك. بيسيك دكتور. فعلاً
البي كي تبعتها around كمان 10-11 strong base. طب هاي الكحول neutral بتكون أليفاتك الكحول شو هي؟ neutral. neutral بالضبط. فإذن هاي المركبات ممكن تكون أنفوتيريك على درجات من البي اتش داخل الجسم. طبعا under acidic condition هاي بتكون ionized, under strong basic condition هاي تكون partially ionized, and هاي very weak acid. فبالدم راح تكون partially ionized. وهي كل هالشغلات تعلمناها بالacidity and basicity of drugs. طبعا رانيك عن SAR وشو أهمية الأيونيزيشن خصوصا للأمينو جروب بارتباطها بالريسبتور. حسب بالنسبة للأدوية اللي بتشتغل وراح نبلش إحنا بالأدرينيرجيك أغونيست كومباوندز, في عنا أدوية بنسميها دايركت أكتينج, وهاي الدايركت أكتينج ممكن تكون سيلكتيف على نوع معين من الريسبتورز وممكن تكون نون سيلكتيف. فمثلا الفينيلإفرين هو مور سيلكتيف على الفا 1, كلونيدين اللي هو انتي هايبرتنسيف مور سيلكتيف على الفا 2, بيتا 1 دوبيوتامين, وفي عندنا البيتا 2 تيربيوتالين والسالبيوتامول كمان هو مور سيلكتيف على البيتا 2, بينما عندنا الافيدرين اللي طبعا الابنفرين النور ابنفرين حكينا عنهم هم نون سيلكتيف, حتى الافيدرين نون سيلكتيف شايفين هنا الفا 1 الفا 2 بيتا 1 بيتا 2 اوكسيميتازولين زايلوميتازولين ايزوبريترينول هذول كلهم عبارة عن non-selective agonist compound. في عنا أدوية يا إما بترتبط بالريسبتر يا إما بتمنع بتزيد أو بتعمل activation للريليس زي الإفيدرين. فالإفيدرين يا إما بيشتغل على الريليس يا إما بيشتغل مباشرة على الريسبتر, عشان هيك بنسميه إيش؟ mixed acting. وفي عنا أدوية بنسميها الـ indirect acting اللي حكينا عنهم, يا إما بيشتغلوا على الريليزنج زي الأمفيتامين والتيرامين, يا إما بيشتغلوا على الـ uptake ميكانيزم زي الكوكايين, يا إما أدوية بتشتغل على الماو إنزيم زي السيليجين, يا إما بيشتغلوا على الكومت, وهي أدوية قليلة جداً زي الانتكابون كومباوند. واضح شباب؟ واضح دكتور. طبعا احنا اكثر شيء راح نركز على الادويه اللي بتشتغل دايركتلي, وراح نحكي شويه عن الافيدرين, فمش راح نركز على الادويه اللي بتشتغل اندايركتلي. طبعا الماو انهبيتر اللي هم انتي ديبرسنت دراجز, طبعا الكوكايين وبنعرف احنا الكوكايين واللي هي الادكشن بيكوز اوف كوكايين, الامفيتامين طبعا الامفيتامين بتعرفوا وين سمعتوا بالامفيتامين, مين بيعرف الامفيتامين؟ هسا أول إشي هل هو stimulant ولا CNS depressant؟ شباب it is CNS stimulant. طبعا هو يعتبر من الأدوية المحظورة دوليا
من الأدوية اللي بنسميها من المنشطات، سمعتوا في المنشطات الرياضية؟ طبعا ما بصير الرياضي يكون بجسمه نسبة من الأمفيتامين. الأمفيتامين من الأدوية المنشطة، أوكي؟ طب التايرامين، مين سمع بالتايرامين؟ وين موجود التايرامين؟ كمان نفس الفكرة، will stimulate the release of norepinephrine in the in the synaptic cleft. تايرامين، مين سمع بالتايرامين؟ وين موجود التايرامين؟ موجود بالجبنة، بالضبط، بالبروسيس تشيز، بالجبنة وخصوصا الجبنة المطبوخة أو المعالجة. الناس اللي بتاكل جبنة كثير ممكن يكون عندهم فرط في الشغل تبع الأدرينيرجيك سيستم، أوكي؟ فهاي كمان من ضمن الأمور. طيب طبعا ممكن السلايد مش واضح كثير، ممكن ارجع احط لكم اياه بشكل اوضح، بس احنا اكثر شيء هنا ما بدنا نحفظ كل الامور هاي، بس مثلا بدي اعرف انه البيتا 1 اكثر شيء موجود وين؟ بالقلب، بالهارت. البيتا 2 باللنج، اوكي. البيتا 3 بالفات، اوكي. كمان البيتا 2 وين موجود؟ بالانتستين، وموجود باليوترس، باليوترس، اوكي. طيب activation of beta 1 شو راح يعمل بالهارت؟ بيزيد الهارت ريت، بالضبط. وكمان بيعمل لي في معظم الحالات فازو كونستريكشن، فهل راح يرفع لي ضغط الدم ولا راح ينزل لي ضغط الدم؟ بيرفع ضغط الدم. فاذا يعني هل انا بدور على بيتا 1 اجونست ولا بيتا 1 بلوكر؟ بلوكر، بلوكر. واضح كيف الفكره؟ بينما البيتا 2 اكتيفيشن شو راح يعمل لي؟ برونكو دايليشن، ممكن نستخدمهم بالازمة. فإذا هل أنا بعطي بيتا 2 أجونست ولا أنتاجونست؟ أجونست، أجونست، واضح؟ طبعا البيتا 3 له علاقة بالفات كتابوليزم واللايبوليسيس أوف فات. طبعا لسه ما في تارجتينج للبيتا 3 ريسبتر، بس احتمال كبير إنه البيتا 3 له علاقة بالأوبيزيتي وله علاقة بالجلوكوز هوميوستاسيس والليفل اوف جلوكوز انسايد ذا بودي. فممكن البيتا 3 يكون بوسيبل تارجت لادويه الاوبيزيتي وادويه الدايابيتس. طيب اكتيفيشن اوف بيتا 2 اند بيتا 1 باليوترس شو راح يعمل؟ ريلاكسيشن ب عضلات الرحم. فهل بنعطي البيتا 2 اجونست بالمرأة الحامل ولا it is contraindicated؟ contraindicated. وليش ممكن نعطيه؟
يمكن نعطي انه في حال انها كانت بدها تولد ابكر واحنا ما بدنا اياها تولد ابكر. بالضبط بنعطيه في البريماتور ليبر to avoid or prevent the premature labor. اوكي لما تبلش التقلصات بالشهر الرابع او الخامس او حتى السادس نضطر نعطي بيتا 2 agonist compound. فما تستغربوا لانه زمان ما بعرف nowadays انا بصراحه بلشت احس انه الدكاتره بطلوا يكتبوا. يعني كان الدكتور يكتب الفينتولين ويكتب الازمديل to avoid premature labor. Nowadays بصراحه بطلوا يعطوه لانه هاي الادويه they are not 100% selective. فبصعب كنا نعطيهم. هسه بنعطي شغلات لتثبيت الحمل بتكون relatively much safer than البيتا 2 agonist. اوكي واضح شباب؟ فاذا واضح دكتور. فاذا البيتا 1 هل اللي موجود بالصيدليات اغونست ولا انتاغونست؟ انتاغونست لعلاج الاريثميا وعلاج الهايبرتنشن. البيتا 2 طيب اغونست ولا انتاغونست؟ أغونست لعلاج الأزمة. بالضبط لعلاج الأزمة والـ COPD. البيتا 3 أغونست ولا أنتاغونست؟ اللي موجود بالليبيد اللي بيزيد أغونست. بالضبط اللي بيزيد الليبيد كاتابوليزم اللي هو أغونست والويت لوس نستخدمه. وزي ما أنا كاتب هنا investigational drugs لسه ما في عندنا أدوية فعلا وصلت إلها علاقة بالبيتا 3 ريسبتور. فالألفا 1 راح نحكي عنه في منه أغونست في منه أنتاغونست والألفا 2 معظمهم أغونست كومباوند لعلاج الهايبرتنشن وعلاج الجلوكوما. طيب فهي اختصار لل الريسبتورز. فزي ما حكينا البيتا طبعا الالفا 1 الالفا 2 موجودين هيو مكتوبين. البيتا 1 اكثر شيء موجود بالهارت. البيتا 2 موجود بالهارت بس بتركيز اكبر موجود في اللنج والبلود فيزلز. والبيتا 3 موجود بالاديبوس بشكل كبير وموجود جزء منه بالهارت. طيب فإذا زي ما حكينا في عندنا سب تايبس من الريسبتورز. طبعا احنا راح نبلش بنحكي عن الاجونست كومباوند وعشان ادرس كيف هاي الادويه بترتبط فانا بهمني ادرس الليد كومباوند اول شيء الناتشرال واوائل المركبات اللي نزلت واستخدمت ب او بترتبط بهاي الريسبتورز. طبعا عشان انا ادور على سيلكتيف كومباوند لازم اشوف الفرق بين البيتا 1 والبيتا 2 ريسبتورز من ناحيه الشيب اوف ذا بايندينج سايت. طبعا احنا بهمناش البيتا 2 يعني في معظم شرحنا راح نشوف الفرق بين البيتا 1 والبيتا 2 أو الألفا 1 والألفا 2. إذن إحنا راح نركز إنه دواية يكون بيتا سيلكتيف. شو يعني بيتا سيلكتيف؟ يعني بيشتغل على البيتا 1 أو بيشتغل على البيتا 2 ما بيشتغل عليهم مع بعض. لا شو يعني بيتا سيلكتيف؟ بيشتغل على البيتا بيشتغل على البيتا بس ما بيشتغل على الالفا. بالضبط اذا it is بيتا not الفا. بس لسه في عندي مشكله
إذا كان بيتا سيلكتيف إذن هو بيشتغل على البيتا 1 وعلى إيش؟ بيتا 2. بيتا 2. إذن في عندي أنا سب ليفل أوف سيلكتيفيتي. أنا لما يطلع مركب بيتا سيلكتيف لسه هذا لا يعتبر نهاية الطريق عندي. أنا بدي يكون بيتا 1 سيلكتيف أو بيتا 2 سيلكتيف. ونفس الفكرة هون لما أحكي عن ألفا سيلكتيف هو لسه ممكن يكون ألفا 1 وممكن يكون إيش؟ ألفا 2. ألفا 2. طبعاً كل ما زدت أنت بالسيلكتيفيتي كل ما قللت إيش؟ السايد إفكتس تبعت مركبة. فلهذا السبب بهمني أشوف شو الفرق بين البيتا 1 ريسبتر والبيتا 2 ريسبتر من ناحية البوكتس الموجودة، من ناحية حجم البايندينج سايت، من ناحية الأمينو أسيدز الموجودة داخل البايندينج سايت. هل بتتوقعوا الأدرينالين راح يميز بين البيتا 1 والبيتا 2؟ لا دكتور، ما راح يميز بين البيتا 1 والبيتا 2، يعني الاستراكشر تبعه ما ساعده انه يفرق بيناتهم. طلعوا هذا المركب، هذا المركب من اوائل المركبات اللي طلعت من مين؟ من النور ابنفرين. يعني النور ابنفرين استخدم as a lead compound لأطلع الايزوبريترينول. شو الفرق بين النور ابنفرين والايزوبريترينول؟ طلعوا هنا ال NH شو حاملة؟ CH CH3 by 2. شو يعني؟ شو يعني؟ طبعا هذا الاستراكشر تبع الايزوبروتينول هنا ما في اي اختلاف، الكاتيكول بعدها موجوده، بس على الامينو جروب مش بس عندي سي اتش 3. طبعا سوري، النور ابنفرين ما في نهائيا CH3، الابنفرين في CH3 هون. طبعا هون شو في عندي بالنسبه للايزوبروتينول؟ شو في عندي؟ ايزوبروبين زياده، ايزوبروبيل، عشان هيك اسمه ايزوبروبيل جروب. طلعوا وجود الايزوبروبيل جروب، يعني bulky group added to the amino group has improved the beta 2 selectivity. يعني الايزوبروتينول اول شيء it is more beta than ايش؟ الفا. الفا اوكي، وهو شوية بيتا 2 مور ذان، بدي أعملها متقطعة لأنه في كثير كتب بتعتبره نون سيلكتيف بيتا أجونست، يعني شوية بسيطة على البيتا 2 أكثر من البيتا 1، بس خلينا نعتبره نون سيلكتيف بيتا أجونست. إذن group bulky attached to the nitrogen atom will improve what? Beta 2 selectivity. The beta selectivity. More bulky بيخلي مركب شو؟ More beta 2 than beta 1. وفعلا في عندنا مركبات بتحتوي على ايش؟ على تيرت
بيوتيل، شو هاي اللي قروم نسميها؟ سمعتوا فيها بالأورجانيك؟ تيرشري بيوتيل، هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة، إذن هي إيش؟ بيوتايل جروب. طبعاً إذا كانت كل الكربونات مربوطة بنفس الكربونة بنسميها تيرشري بيوتيل. شو بتتوقعوا هذا المركب يكون؟ بيتا ولا ألفا سيلكتيف؟ لأنه بلكي بتكون بيتا. بيتا. طب إذا أنا بلكي أكثر من الأيزوبروبيل، هي تكون أكثر بيتا 2. More بيتا 2 than بيتا 1. طبعا رح نحكي عن كل هاي الأمور لما نحكي عن الـ SAR. أوكي؟ طبعا رح نشوف كمان شو دور الكاتيكوليك جروب حتى بالسيلكتيفيتي. أوكي؟ طبعا لاحظوا معي هون هاي بتلخص تقريبا الـ SAR لهاي المركبات. طلعوا البنزين رينج شو عامله؟ رابطه مع بنزين زيها فانديرويل. شو بنسميها هاي الروابط؟ باي باي ستريكينج. بالضبط، باي باي ستاكينج، اللي هي نوع من انواع الفاندرفال انتراكشن او الهايدروفوبيك انتراكشن، اللي هي الباي باي ستاكينج. لاحظوا البنزين مع مين عامله؟ تريبتوفان والفينيل الامين، متذكرين هاي الامينو اسيدز؟ حكينا they are aromatic amino acids، فوجود البنزين رينج it is essential for interaction. كاتيكوليك جروب لاحظوا شو عامله؟ هيدروجين بوند. مع مين؟ مع السيرين. مع السيرين. فهل الكاتيكول تتوقعوا انها تكون important or not؟ important. راح نشوف. طلعوا الالكوهول الاليفاتيك، شو عامله كمان؟ اتش بوند مع الاسبراجين. الامينو جروب ولازم يكون عليها شحنه موجبه، عامله مع مين تتوقعوا؟ مع امينو اسيد عليه شحنه ايش؟ سالبه. سالبه. طب مين الامينو اسيد عليه شحنه سالبه زي ما اجانا بالامتحان؟ الاسبارينيك اسيد والجلوكانويك. بالضبط، اسبارتيك او جلوتاميك. بحالة الريسبتر تبعي هنا في عندي إيش؟ أسبارتيك أسيد. والهايدروفوبيك جروب اللي ربطناها مع الأمينو جروب كمان راح تعمل هايدروفوبيك انتراكشن مع جروب مثل أو جروب لايبوسيليك. دكتور. أيوة. بس عشان الامتحان مبارح، طب ما إحنا فكرناها إنه هو هذا الدواء المركب الدوائي هو اللي عليه شحنة سالبة، فإيش رح يكون الأمينو أسيد اللي بدي إياه بالبايندينج سايت؟ أكيد رح يكون عليه شحنة موجبة، مع إنه المركب الدوائي عليه شحنة سالبة، فاخترنا البيس. يعني إنه ما كان واضح بالسؤال إنه هو هذا أمينو الأسيد مش إنه المركب الدوائي. لا، أنا كنت شايل، أنا كنت شايل اسم الأمينو أسيد وكاتب لك إيه أو كاتب لك بي، فأنا قاعد بسأل عن الأمينو أسيد اللي طالع منه السايد تشين. شو مالكم يا شباب؟ يعني ما بعرف، أنا حسيت السؤال واضح ما كان. لا والله عند يعني الدكتور يعني ما كان مبين هو المركب دوائي قصدك هذا الشكل ولا لا. هو خليها خلي. تفكر بطريقتين. لا، أنا كنت كاتب على الأمينو أسيد وكان فعلا طالع من زي هيك نفس الشكل هذا، كنت مطلع الأمينو أسيد وحط لكم هنا إيه أمينو أسيد A is، لأنه مستحيل يكون، لأنه إذا أنا بدي أرسم هاي الشغلة ما بصير أكون راسم 10 أدوية. طبعا أنا كنت راسم 6 أمينو أسيد، ما في عندي، أنا بكون راسم دواء واحد فقط زي هيك، هذا هو دواء it's only one drug.
بينما لما يكون راسم مجموعة حواليه هذول ديفينيتلي هم عبارة عن إيش؟ الأمينو أسيدز. يعني في كثير طلاب جابوا السؤال، يعني غريب أنتوا اعتبرتوه هذا دواء ما اعتبرتوه أمينو أسيد. anyway سابق لو أنا خليني أشوف شو الطلاب مجاوبين ولكل حاجة بحاجة. طبعا هذا الستركتشر تبع الايزوبروتينول، وفعلا كيف فعليا داخل جوا البايندينج سايت، يعني هذا 3 دايمنشنال، هذا هو عباره عن 3 دايمنشنال ستركتشر كيف هذا مرتبط. في نقطه هنا مهمه بس، يعني انا ليش حبيت احط ال 3 دايمنشنال ستركتشر؟ طلعوا هاي الاو اتش، هل هاي الاليفاتيك ولا الاروماتيك؟ تخيلوا الستركتشر هيو مرسومه قدامكم. الاروماتيك هاي شو؟ لا هي الاليفاتيك. هاي الاليفاتيك شو مالكو؟ هاي اللي باللون الاحمر مربوطه بايش؟ بالرينج. هاي هي الاروماتيك، واللي باللون الازرق شو هي؟ الان بالضبط. وهاي الايزوبروبيل جروب. طلعوا وين اتجاه الاو اتش جروب؟ باتجاه مناسب ليعمل رابطه مع اللي هو الاسبراجين. خليني ارجع لكم على الايزوبروتينول. طلعوا الاو اتش اب ولا انسايد ذا بيج؟ inside. هيك inside. سوري outside. طالع لبرا. الويج بوند. بالضبط. هاي الرابطة لما تكون ويج أو بولد مش داشت بوند بتكون up. طبعا هذا هو الأكتيف آيزومر تبع كل الأجونيست كومباوند. شو لازم يكون؟ R مش S. أوكي شباب؟ طبعاً إذا كانت S تخيل معي الـ OH وين راح تصفي؟ مين بتخيل وين ممكن نرسمها؟ يعني بالجهة البعيدة عن ال بالضبط. طلع وين أنا راسمها؟ هل راح يكون عندي effective interaction with the asparagine؟ طلع وين صف الأسبراجين وين صفت الـ OH؟ لا كل رح واحدة تكون بعيدة فمستحيل يرتبطوا في جهة. بالضبط. ولهذا السبب كثير من الايزومرز بيكونوا more active than the other isomer because in three-dimensional, this OH group will be far from the amino acid اللي موجود جوا البايندينج سايت. فراح نلاحظ مع بعض إنه كل الأجونيست كومباوندز لازم يكونوا in the R configuration for effective interaction. مفهوم هاي النقطة؟ طيب خلينا نحكي بس بآخر تقريبا يعني 7 أو 8 دقائق عن الاس اي ار تبعت الاجونست، لأن احنا بلشنا بايش؟ بالاجونست كومباوند. طيب اول شيء نحكي عن الامينو جروب. الامينو جروب لازم تكون برايمري او ايش؟ secondary. التيرشري شو مالهم؟ inactive. inactive. اوكي؟ وحكينا الامينو جروب شو لازم يكون عليها شحنه؟ موجبة. ليش؟ عشان ترتبط بالاسبارتيت بايونيك انتراكشن. فهاي اول نقطه بالاس اي ار. طب الار 1 اللي مربوطه بالامينو شو لازم تكون؟
الكل جروب شو راح تعمل لي؟ هيدروفوبيك انتر اكشن. بنلاحظ مع بعض، في عندي تو هيدروفوبيك بوكيتس، بوكيت تحتوي على الاسبراجين. طبعا هاي نقطه مهمه شباب، حكيناها المحاضره الماضيه لما كنا نحكي عن الانزيم. مش بالضروره الجروب اللي طالعه هي اللي تعمل بوند، ممكن البادي اوف ذا امينو اسيد هو اللي يعمل الرابطه. فطلعوا السي اتش 3 اللي طالع من الايزوبروبايل، عملت مع مين؟ طلعوا مع مين عملت؟ مع السي اتش 2 مش مع الامايد تبعت الاسبراجين. طبعا هنا الفينيلالانين والهيستيدين هم عباره عن لايبوفيليك امينو اسيد. طبعا الفينيلالانين مور لايبوفيليك ذان الهيستيدين، وفعلا قاعد بيعمل هيدروفوبيك انتر اكشن مع هذا المركب. اوكي، طبعا كل ما زادت اللايبوفيليسيتي كل ما زادت البلكنس. حكينا وين الاكتيفيتي بتزيد؟ على البيتا 2، على البيتا مور ذان الفا، وكل ما صارت مور بلكي بصير مور بيتا 2 ذان بيتا 1. فلاحظوا لما كانت الار 1 هيدروجين شو صفى مركبي؟ شو؟ الفا اجونست. الفا بالضبط، بريفرنشلي الفا. وفعلا هاي المركبات لما تكون هنا عندي اتش تعتبر يعني يوزد از فازو كونستريكتورز، او الايفكت تبعها بكون فازو كونستريكشن. قليل جدا الاكتيفيتي على البيتا 1. اوكي، خلينا نشوف لما قاعدين بنزيد الحجم شو اللي قاعد بصير. الار 1 صارت سي اتش 3، فطلعوا شو صفى مركبي؟ طلعوا نون سيلكتيف. شو يعني؟ الفا وبيتا وبيتا، لانه بلشت تكبر الجروب. اذا بلشت الاكتيفيتي على البيتا شو يصير فيها؟ تزيد. بالضبط. طيب هذا بعطيني مؤشر على شو؟ انه هاي البوكيت، هاي الجيب اللي هون بالالفا ريسبتر، هل هي كبيره ولا صغيره؟ صغيره. شفتوا كيف؟ اذا كل ما زادت الحجم هون، هل هاي الجروب بتعيق دخوله جوا الالفا ولا بتخلي دخوله سهل؟ بتعيقه. فهذا هاي الديريفاتيزيشن بتعطيك تخيل كيف شكل الريسبتر والفرق بين الالفا والبيتا. اذا البوكيت هاي وين اكبر، بالالفا ولا بالبيتا؟ بالبيتا. بالبيتا. طب وين هي اكبر اكثر، بالبيتا 1 ولا بالبيتا 2؟ بيتا 2. بيتا 2. شفتوا كيف؟ فكثير من الانزيمز والريسبتر انا ما بكون قادر اني اشوف الثري دايمنشنال ستراكشر تبعه، بس انا ممكن اتخيله بناء على الاكتيفيتي والسيلكتيفيتي اللي قاعده بتطلع معي. اذا ذا اريا اون ذا الفا ريسبتر از سمول، بينما الاريا في هذا المكان بالبيتا شمالها لارج. فممكن استفيد من هاي الميزه لاصمم مور سيلكتيف ديريفاتيفز. طيب زدنا الحجم اكبر، ايزوبروبايل تيرتبيوتايل اريل الكايل. شو يعني اريل الكايل؟ شو يعني شباب؟ يعني في بنزين رينج. يعني هاي الان حطيت CH2 بنزين هيك أريل الكايل ديريفاتيف أو سبستيتيون أريل الكايل. أوكي واضح شباب؟
طبعا ديفينيتلي شو بتتوقعوا هاي المركبات؟ هل يكون لها الفا اجونست اكتيفيتي؟ لا، لانه الكبير بلكي بالضبط، تقريبا شبه معدومه الاكتيفيتي على الالفا. مين تتوقعوا تكون السلكتيفيتي على البيتا 2 اكثر؟ بالتيرتبيوتايل وبالاريل الكايل ولا بالايزوبروبايل؟ التيرتبيوتايل والاريل الكايل. بالضبط، شايفين تيرتبيوتايل اريل الكايل جريتر بيتا 2 سلكتيفيتي، بينما الايزوبروبايل بيتا 1 وشو؟ بيتا 2. واضح الفكرة شباب؟ طبعا كل هذا بالاعتماد على اللي هي الاس اي ار اللي بينت معنا بهاي الجروب. طيب اخر اشي بس وراح نبلش فيها ان شاء الله في المحاضرة الجاية، الار 2. الار 2 وين مربوطة؟ الكربون الفا المجاورة للان. بالضبط، على الالفا كاربون next to the nitrogen. من اسمها الفا كاربون، كل ما صار عندك substitution على الالفا كل ما زادت السلكتيفيتي وين؟ على الالفا. اوكي، فهاي للتسهيل، الفا سبستيتوانس means better الفا سلكتيفيتي، هاي نقطة. النقطة الثانية، الفا سبستيتوانس هل بتتوقعوا تقلل شغل الماو ولا تسرع شغل الماو؟ تخيل عندك هون جروب CH3 بتقلل. ليش بتقلل؟ مين بيجاوب؟ لانه مش انا بدي احط او اتش جروب هون واشيل الامين، هيك صار عندي ستريك. بالضبط، اكزاكتلي يا ماما. لما صارت هاي الجروب تيرشري صارت تعيق اضافه الاو اتش جروب بالماو. فاذا لما انا ضفت الكل جروب على الالفا كاربون، هل صار مركبي مور ميتابوليكالي ستيبل ولا لا؟ صار. فاذا شو يا بيان، عالجت مشكله ولا مشكلتين؟ مشكلتين، اللي هي مشكله السلكتيفيتي انه صار مركبي مور على الالفا، والمشكله الثانيه شو هي؟ الانزيماتيكالي ستيبل صار أكثر. اللي هي بالضبط، وتاثيرها على ايش؟ The duration of action. Exactly. على the duration of action. واضح شباب هاي النقطة؟ في حد عنده سؤال؟ إنه خلينا نوقف على لهاي الجزئية وإن شاء الله بنكمل محاضرة الثلاثاء. في حد عنده سؤال يا شباب؟ طيب إذا ما في أي سؤال هيك بنكون خلصنا. أن يعطيكم العافية.